فالاختلاف على قسمين: اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا التفرق والاختلاف هذا مذموم الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل، هذا مذموم. أما الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بمن أصاب، هذا هو المطلوب.